تاريخ العربي حافل بنساء غيروا مسار المنطقة، من زنوبيا ملكة تدمر لشجرة الدر هيفا وهبة لا ليلى عبد اللطيف يلي غيرت وجه المستقبل مش وجه التاريخ. أنا ليلى عبد اللطيف بنت الأرز الشامخة. على كل حال بيجي عندنا ميري مكلينك يلي فوتت الجول. الجول فوتت الجول ولي فات الجول ولا العارضة؟ تعرف من هي هاي؟ لا. تعرفي من هي هيدي؟ ليلى مراد. هيدي أم كلثوم. هاي مين؟ ما بعرف. هيدي مين؟ هي بلاها مينها؟ نو هي أكيد ميريام كلينك. بتعرف من هي هاي؟ لا. بتعرف من هي هاي؟ ميريام كلينك. ايه مبسوط. هيدي اللي فوتت الجول بمخفر حبيش. هاي ميريام كلينك هاي. دي سيبك منها. يا ويلي على الفريز. انا عندي حسية على الفريز. هيدي اشرف وحدة فيهم. لك بدي فوت على مخفر حبيش من وراها انا هيدي. انه هيدي على المكشوف كلهم على المخفي. قد ما بدك الكويل خاص بلانتي يعني. هيدي الست بتكون حاضريتها؟ ممثلة ممثلة مصرية. لك منين جايب لي هالتعبانين هيدي؟ مريم كلينك هيدي. مش هاللي كانت بحباش؟ مش شايفيتها. جواتك بقى الله. إذا جواتني بقى الله مبلا هيدي مريم كلينك. ما عم بيعملوا لها قيمة وهي بلا قيمة هي. حفظتها للغنية تبعها؟ لا مش لعمرنا. كلينك. يا ويلي يا أسفي. السلام بنهاية التقرير. وبمناسبة يوم المرأة العالمي بحب وجه تحية كتير كبيرة لأمي هيلانا وبقول لها ينعاد عليك يا حبيبتي. كان معكم ابتسام عجاج حسن علموسي جعفر بيبي شي.